ينطلق شوط هام وشوط مهم، وزميل هام ومهم يشارك هنا الزميل العزيز سالم بن علي الحبسي، يصف لنا قصة أيضا صباحية في سن الثنايا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزميل حمد بن طويرش الوهيبي على التواصل. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أعلنت انطلاقة جديدة من انطلاقات هذا اليوم، هكذا هو الشوط الثاني عشر كما شاهدنا الشوط الحادي عشر مع الزبار الحمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري بأيضا الشعار العنابي. بالفعل من تخطف أضواء التوقيت الأفضل ب 12 دقيقة 51 ثانية وجزءا واحدا من الثانية، تهانينا أيضا لمالك الزبارة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري، والتهنئة أيضا للبرنس على هذا التواصل. على بركة الله مشاهدينا متابعين الكرام، أعلنت انطلاقة شوطنا الثاني عشر والخاصة بالجعدان الثنايا 8 كيلومترات، هي المسافة المقررة مباشرة نسير الى الصدارة الاولى والى المقدمة براق حمد بن مبارك بن محمد آل بوسعيد الخيارين. من يتواجد هناك علي بخلفان بن سالم الهاشمي متابعا لهذا الاسم، بينما هنا غزيلان لسالم بن علي بن حمد الف هيدا المري هو من يتواجد ايضا في المركز الثاني. نقلتنا مباشرة الى المركز الثالث ليجد هنا في ثالث المراكز من ياتي شاهين سيف بن غالب السلطان المنصوري، والمركز الرابع ياتي في هذه اللحظات ذيبان لحمد بن مصر بن حمد الهاجري، بينما المركز الخامس من الجانب الاخر اللي وصل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متعب لعلي بن مانع بن علي برحمه الشامسي يصل في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجه مشاهدينا ومتابعين الكرام، هكذا الانطلاق القوي والتحدي المثير من خلال هذه الانطلاقه الرائعه. الخمس المراكز الاولى المتقدمه هنا 51 اسم يشارك في هذا الشوط، نتمنى للجميع التوفيق باذنه تعالى. السياره بالانتظار تويوتا لاند كروزر بيك اب ايضا ينتظر الفائز بالمركز الاول. اعود الى الصداره الاولى والمقدمه الاولى مع براق حمد بن مبارك بن محمد ال بوسعيد الخيارين، ياتي على الصداره على المقدمه الاولى وعلى المركز الاول، ينطلق من خلال هذا الاندفاع القوي والتحدي المثير مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. بينما هنا المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز اللي ايضا وصل غزيلان سالم بن علي بن حمد الفهيده المري، والمركز الثالث من ياتي في ثالث المراكز هنا ايضا سيف غالب السلطان المنصوري القادم من الوثبه مع اللي هو شاهين، وصل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. المركز الرابع هنا يصل شاهين للخزع بن احمد بالخزع بالعث العامري القادم من مصانع الجنوب، ايضا هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام على هذا الفوز والانتصار. اذا هنا المركز الخامس ذيبان لحمد بن مصر بن حمد الهاجري، هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة، ولكن أرى الأسماء القادمة، أرى الانطلاقات المثيرة، أرى أيضا الأسماء القوية القادمة للمشاركة في هذا الشوط، ولكن أعود هناك أعود مع الصدارة، أعود إلى المقدمة الأولى والصدارة الأولى والمركز الأول، ما زال هنا في المركز الأول مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. براق لحمد بن مبارك بن محمد ال بوسعيد الخيارين هو من ياتي في الصدارة الأولى في المقدمة الأولى في المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا ياتي في ثاني المراكز شاهين لسيد سيف بن غالب وسلطان المصهوري المركز الثالث، وصل أيضا في ثالث المراكز وغير من مركز إلى آخر، هنا ياتي شاهين الخزع بن أحمد بالخزع بالعثة العامري اللي غير إلى ثاني المراكز، بينما انا بدوري اخذ المركز الرابع
وصل العملاق العيناوي ليقدم سراب في هذه اللحظات. محمد بن مظفر بن محمد بن خموشه العامري في هذه اللحظات يصل ايضا ويتدخل من عمق الميدان، بينما الدخول من مبهج القادم مبهج او المتحد مصلت بن شعيفان بن مصلت السبيعي ياتي في هذه اللحظات ليتواجد ايضا هنا في هذا الانطلاق القوي في هذا التحدي المثير. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هكذا النتيجة، الأسماء القادمة والانطلاقات أيضا المثيرة. هناك الفائز قادم أراه بالعين المجردة يأتي من مركز إلى آخر، أيضا ينطلق من خلال هذا الشوط يبحث عن السيارة الأخرى في رصيده، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى صدارة الأولى، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. من يأتي براق حمد بن مبارك بن محمد آل بوسعيد الخيارين على الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يأتي شاهين الخزع بن أحمد الخزع بالعث العامري ينطلق على ثاني المراكز، يندفع على المركز الثاني، بينما شاهين في المركز الثالث سيف بن غالب وسلطان المنصوري ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع هنا المتحد مصلت بن شعيفان بن مصلت السبيعي ياتي في هذه اللحظات مع المتحد على المركز الرابع، وسراب على المركز الخامس محمد بن مظفر بن محمد بن خموش العامري. هذه هي النتيجه، هذه هي الاسماء القويه والعملاقه، العوده الى الانطلاقه، العوده الى مقدمه هذا الشوط، الانطلاق القوي والتحدي المثير من خلال هذه الأسماء القوية تبحث عن هذه السيارة، تبحث عن أيضا الكلوزر البيكاب. أعود إلى الصدارة الأولى، أعود إلى براق ما زال على الصدارة، حمد بن مبارك بن محمد البوسعيد الخيارين أيضا يتبارك من خلال هنا المركز الأول، يبحث عن اللاند كلوزر البيكاب يا أبو حمد، يسير إلى الصدارة الأولى، ينطلق على المركز الأول. هنا مشاهدينا الأعزاء متابع شاهين الكرام المركز الثاني، ياتي شاهين الخزع بن احمد الخزع بالعث العامري ينطلق هنا مع المركز الثاني، شاهين لسيبه سلطان مغالب المنصوري ياتي على المركز الثالث، المركز الرابع المتحد لمصلت بن شعيفان بن مصلت السبيعي يصل في هذه اللحظات. الاسماء القادمه وصل سراب محمد بن مظفر بن محمد ايضا العامري يتواجد مع هذا الانطلاق القوي والتحدي المثير. هكذا الانطلاقة، هكذا القوة والإثارة، أشواط الجعدان الثنايا والثمانية كيلومترات من خلال هذا الاندفاع القوي والتحدي المثير. يا سلام يا سلام على هذا الانطلاق، انطلاق براق على الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشوط. هناك حمد بن مبارك بن محمد البوسعيد الخيارين اللي يتواجد مع براق في هذا الشوط، وينطلق مع المركز الأول ومسار المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا الوصول ما زال شاهين الخزع بن أحمد الخزع بالعثة العامري هو على ثاني المراكز، والمركز الثالث المركز الثالث شاهين سيف بن سلطان بسيف بن غالب بن سلطان المنصوري القادم من الوثبة بالفعل. يلا يا أبو سريدة شد الحيل، هناك أهالي الوثبة ينتظرون السلام، ولكن وصلوا أيضا الأشقاء من المملكة العربية السعودية لياتي هنا المتحد مصلت بن شعيفان بن مصلت السبيعي يقدم هنا المتحد على المركز الرابع في هذه اللحظات. الأسماء القوية والعملاقة المنطلقة في هذه الشوط، يا سلام المتدخل المنطلق هنا مشاهدينا الأعزاء. هناك ذيبان حمد بن مصر بن حمد الهاجري، هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة، 2 كيلومترات المتبقي عن خط النهاية والفوز والانتصار. أعود إلى براق، أعود إلى براق اللي على الصدارة الأولى على المقدمة الأولى. هناك يأتي على المركز الأول حمد بن مبارك بن محمد البوسعيد الخيارين يأتي على المركز الأول، يأتي على الانطلاق الأول يندفع للصدارة الأولى. هكذا الانطلاق، المركز الثاني الوصول من ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء.
شاهين على ثاني المراكز، الخزع بن احمد، الخزع بالعثة، العامري والمركز الثالث، المتحد واصل، المتحد لمصلت بن شعيفان بن مصلت السبيعي ياتي في هذه اللحظات مع الالف والخمسمائة متر. ذيبان حمد بن مسر بن حمد الهاجري، ولكن من الجانب الاخر، من الجانب الاخر اللي تدخل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء مشغل لعبد الله بن حميد بن كديدة الفلاسي، وصل في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء القوية والعملاقة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. وصل في هذه اللحظات هملول لعبد الله بن محمد عبد الله بن زعل الفلاسي، ويبغى له مراقبة بالفعل، أحد الأسماء القوية والعملاقة. العودة إلى الانطلاقة الأولى، العودة إلى مقدمة هذا الشوط لمن السيارة. الكيلو الأخير، دخلنا هذا الكيلو، دخلنا كيلو السرعة، كيلو الصراع، كيلو الفوز والانتصار. براق على الصدارة، براق على المركز الأول، حمد بن مبارك بن محمد أبو سعيد الخيارين، وصلوا أهالي مصانع الجنوب، يقدموا هنا شاهين، الخزع بن أحمد، الخزع بن عثة العامري، ولكن هناك القادم هملول عبد الله بن محمد عبد الله بن الزعل وصل، المتحد قادم، المتحد قادم، مصلت بن شعيفان بن مصلت السبيعي، يا سلام منطقة تسيل، الله الله الله، المتحد، المتحد، المتحد قادم، المتحد قادم. هنا ايضا عبد الله بن طويرش الوهيبي يقود هذا الاسم، يسير مع المتحد، مع المتحد، مصلت بن شعيفان بن مصلت من الاثنين السبيعي، السبيعي، الله الله الله. ولكن 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 من الجانب الاخر القادم في هذه اللحظات قدم يا ابو حمد، عاد مشغل، عاد مشغل، عاد مشغل عبد الله بن حميد بن كديده الفلاسي. المختبر ينجح في الاختبار، سلاله المختبر وانتاج المجموعه العلميه المتقدمه هناك بسويحان، سلام يا سويحان، سلام على هذا الانتاج الطيب هناك، بسلم الى المختبر والى سلاله هملول، ونحين اذا السلام الى اهالي دبي هناك والى المرموم مع مشغل عبد الله بن حميد بن كديده الفلاسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل فيه هملول عبد الله بن محمد بن زعل، الدخول ايضا ثنائي. المهم المركز الثاني 21 اللي هو شاهين، الخزع بن احمد، الخزع بالعث العامري. المركز الثالث كان هملول عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي. المركز الرابع الوصول من اللي هو وصل في المتحد، مصلت بن شعيفان بمصلت السبيعي. المركز الخامس وصل في خامس المراكز، كان دخول جماعي بالفعل، نترك الى لجنه خط النهايه، ولكن العوده بالتوقيت الزمني، منافسه قويه ايضا من خلال المتحد ومشغل وايضا براق، وايضا هنا الذي دخل في الامتار الاخيره ليؤكد بان سلاله المختبر هي من تاتي في التحمل والقوه والاثاره. هنا 13 دقيقه 12 ثانيه 28 جزء من الثانيه، عبد الله بن حميد بن كديده الفلاسي المركز الثاني. شوفوا هنا الدخول الجماعي ما بين الاثنين، هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام لحظات، الله واضح شاهين، واضح الخزع بن احمد، الخزع بالعث العامري هو ايضا من حل في المركز الثاني ليقطع المسافه. 13 دقيقه 17 ثانيه 51 جزءا من الثانيه، بينما المركز الثالث وصل به هملول لعبد الله ايضا بن محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي، يتواصل ب 13 دقيقه 17 ثانيه 57 جزءا من الثانيه. هكذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام يتواصل الزميل حمد بن محمد الزعبي ليكون